صباح الخير أو مساء الخير يا برج العقرب. القراءة النهاردة للعاطفة اللي عطيتي في الطاقة العامة. طيب انت شايفه ازاي؟ انت شايفه لو بتتعامل مع برج الأسد، طبعا انت شايفه شخص، اعتقد يا برج العقرب هو شخص برضو في صفة العند، وشخص متحكم قوي. ممكن يكون كان بيخنقك في العلاقة وكان ماسك عليك قوي، وشخص بيحب يتحكم في اللي قدامه بالمعنى التاني، يعني بيحب يتحكم قوي في الشخص اللي معاه، متحكم قوي، شايفه متحكم قوي 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 قوي. وممكن كمان تكون شايفه ان هو ما ادكش المشاعر اللي انت تستحقها، يعني انت كنت بتديله مشاعر وهو كان بيديلك نص مثلا حاجة، تديله مثلا تكلمه مرتين في 3 مرات في اليوم، هو لما تيجي انت تنتظر المكالمة منه ما يكلمكش، او انت اللي كنت بتبدأ دايما. شايف ان هو شخص متحكم، وشخص بيقفل قوي 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 على نفسه، مش قافل على نفسه يعني منعزل، لا بيقفل قوي على حتة ان هو ما يديش لحد مشاعر، قافل على مشاعره قوي، او متحكم فيه قوي قوي قوي. حكم المهم ان هو شخص متحكم وعنيد وبيحكم رايه، وغيور، ممكن يكون غيور كمان، كان بيغير عليك قوي قوي قوي. شايف ان هي يعني علاقه فيها تحكمات كتير قوي، لان انت مجروح قلبك قوي منه قوي يعني، وفي حسره وندم بيه. ولكن هو ما يعني انا حاسه ان هو مغيب او حاجه زي كده، لان هو يعني عارف انت لما تقفل معاه تقول له امشي من هنا يلا وما تجيش هنا تاني وبتاع، فيقول لك لا انا والله ما هسيبك يعني انا بحبك. برج العقرب بيضحك على نفسه برضه ساعات ويقول لي ايه، يقول لا انا همشي من علاقه. هو لا، هقول لك بقى برج العقرب هو عايز يعمل ايه. هو راجع، لو انتوا بتتكلموا مع بعض ومفيش فراق ولا حاجه، واعتقد هو مفيش فراق، هو عمال يكلمك دلوقتي او هيكلمك، وممكن يكون تاني عرض يقدمه او تالت عرض كمان، او بيزن عليك لانه زنان قوي، زنان وما بيقاس على فكره، ما بيقاس، شخص ما بيقاس. كل ما هتجي تقول له انت جرحتني وقطعت في قلبي وتعبت معاك قوي، يروح مدافع عن نفسه بقى، هيدافع عن نفسه ويقول لك لا والله ده انا بحبك اهو، استنى بس استنى بس، انت رايح فين؟ خد بس ما اقول لك هنا، ده انا بحبك، انا غيور، او انا متحكم، او انا مش عايزك تكلمي حد غيري، او انا مش عايزك تكلم حد غيري وبتاع، ولكن انا بحبك، او انا بحبك عموما يعني، عشان الولاد والبنات ما يزعلوش. يعني هو شخص باقي عليك قوي يا برج العقرب قوي، ومش ناوي، لا مش ناوي يمشي، مش ناوي يمشي خالص، وشايفك انت الحاجه الحلوه اللي معايا يعني. انت بقى ناوي على ايه؟ انت ناوي توازن، ناوي توازن عموما، سواء لو كنت هترجع في العلاقة دي مرة تانية، فانت ناوي توازن بين عقلك وقلبك، لان الظاهر يا برج العقرب ان انت اديته كتير قوي قوي، واديته اكتر ما هو اداك، فلذلك انجرحت وحسيت بعدم تقدير في العلاقة دي. بالظبط كده، عشان كده انت عايز تعمل توازن. انت بدل ما كنت تديله ال10 كوبايات مثلا، هتبدأ تديله مقابل كل كوباية، هو يدالك انا هديك كوباية، هتكلمني، كلمتني النهارده هكلمك، اهتميت بيا ههتم بيك، غير كده لا يا عم، انا اتعلمت الدرس، انا انجرحت منك خلاص. تقريبا الوجع ده فوقك يا برج العقرب، وهتعمل توازن لو رجعت تاني بعد ما هو هيدافع عن نفسه، يقول لك لا والله ده انا بحبك وبتاع وتعالى نرجع. فلو هترجع هتعمل توازن في العلاقه دي، وناوي انت اللي تعمل التوازن ده، ناوي تقول له بقى انا اشوف بقى هتخني يا اخويا. لا طبعا يعني ما الخيانه ما تبقاش قصاد الخيانه، ولكن هناوي انت تعمل توازن تاني في العلاقه دي يا برج العقرب، وتقول له زي ما انا بديك انا كمان هاخد ومش هسكت المره دي. طيب هو شايف العلاقه ازاي؟ هو بصراحه يعني العلاقه حلوه، هو ظاهر ان هو خلاف على حاجات فعلا يعني بسيطه، مش حاجه صعبه يعني، الا لو كانت فعلا انت اكتشفت طرف ثالث في العلاقه. ولكن لو اكتشفت طرف ثالث، فاعرف ان الطرف الثالث ده طرف وهمي بيتسلى بيه. انا حاسه ان هو شخص زي ما قلت لك، شخص متحكم وشايف نفسه شويه، ممكن يكون بيشتغل حاجه في مثلا مشهور على السوشيال ميديا، او مشهور نوعا ما وشايف نفسه، وبيحب يكلم ناس كتير قوي، بس في الاخر انت اللي في باله على فكره،
يعني سواء بيكلم، انت لو اكتشفت انه بيكلم بنات غيرك ولا حاجه، بس انت برضو انت رقم واحد عنده. هو شايف العلاقه ازاي؟ هو شايفها علاقه جميله قوي، وعلاقه فيها ذكريات كتير، اظهر ان انتوا فعلا بقالكم كتير فتره مع بعض، وفيها ذكريات حلوه قوي. وكل ما بيبعد ما يقدرش يبعد، ما يقدرش يبعد عنك. لو برج اسد فهو مش هيقدر يبعد عنك. برج الاسد عموما لما بيحب ما بيسيبش، فهو شايف ان هو ما يقدرش يبعد عنك. انت الشخص المناسب ليه، الشخص اللي بيحسسه بالظبط كده، الشخص اللي بيحسسه بان هو طفل، طفل بيتعامل بطبيعته معاك، بيحس بالحنان في العلاقه دي. اما انت كنت حنون عليه قوي يا برج العقرب، واديته مشاعر جميله قوي قوي قوي، حسيته الاحساس ده، خلت العلاقه بالنسبه له زي الجنه، مليانة كوبايات فيها ورد، مش كوباية فاضية، دي فيها ورود وفيها مشاعر. العلاقة دي مليانة مشاعر، عشان كده هو حاسس بان انت السول ميت بتاعه، انت الطرف الحلو اللي فيه. عارف لما يقولك انت اجمل حاجة في حياتي، انت اجمل حاجة في حياتي. حتى لو هو مشهور او بيشتغل كتير او مشغول عنك، فلا انت رقم واحد يا برج العقرب، ما تخافش ما تخافش. يعني انت كمان شايفه ان هو بداية حلوة، وان دي وانها علاقه مليانه حب. على فكره علاقه فعلا مليانه حب، مليانه حب قوي، بس ممكن يكون في خلافات، في انت اتقمصت منه برج العقرب، خدت منه موقف، عمل حاجه يعني وش، يعني اكيد برج العقرب ما بيقلبش كده. ولكن انت شايف ان فيها حب كتير قوي، العلاقه دي فيها حب كتير قوي، فيها مشاعر جميله قوي، فانتوا الاثنين مشاعركم متساويه، ولكن حصل سوء تفاهم مش اكتر، وتقريبا هترجعوا لبعض ان شاء الله باذن الله، او انت ناوي تعمل توازن. لو انت يا برج العقرب اللي مشيت وسبت العلاقه، لو انت اللي مشيت او مقرر تمشي، ركز معايا بقى، لو مقرر تمشي ومقرر ترفض عرض المصالحه وبتقول له لا مش عايز ارجع تاني، النصيحه بتقول لك انتظر يا برج العقرب، خليك في العلاقه ما تمشيش، لان الشخص ده بيحبك قوي وشايفك النص التاني، وشايف ان العلاقه مليانه حاجات، يعني لو باظت هتبوظ معاه حاجات كتير قوي، لان هو بنى حياته عليك. ممكن تكون كنت بتساعده بالنصيحه حتى، يعني دي برضو شخص بينصح، فممكن تكون انت كنت بتنصحه، ممكن يكون كان في ازمه في حياته وانت عديته منها. المهم ان هو شاعر معاك بمشاعر حلوه قوي، فالنصيحه بتقول لك ما تمشيش لو سمحت، ما تمشيش يا برج العقرب، وانتظر، وهو هيتصلح. لو في حاجه مش عاجباك في العلاقه هتتصلح، وما تخافش، وخش بقلب جامد، وبطل بقى تحكم نفسك، بطل تبقى عنيد ومتمسك برايك بدون اي داعي، لانه اذا انا شقلبت الدنيا. على العموم برضه النصائح هنا حلوه. هو بيحبك قوي على فكره، والنصيحه بتقول لك لو سمحت ما ترفضش العرض، جالك بعرض المصالحه، وعلى فكره برضه ده كارت الخاطب، واخد قرار على فكره عايز يرجع. واذا كنتوا بتتكلموا دلوقتي اهدى عليه، لانه هو عمال يدافع عن نفسه كتير قوي، الظاهر من كل شويه يجي يقول لك على فكره والله العظيم ما عملت حاجه، والله لا، والله لا. برج العقرب اقول لكم بقى يعني مشكلته ايه، برج العقرب بنات برج العقرب بالتحديد متملكه، ودي مش عيب، مش عيب، متملكين ده مش عيب، لكن تخنق اللي معاها لا، لكن متملكين قوي، ويحبوا الشخص اللي معاه يبقى بتاعهم هم بس. فممكن زي ما قلت لك انه او زي قلت لك يعني عموما انتوا شايفين انه هو مهتم بحاجات تانية وسايبكم، انتوا ما تحبوش كده، ده برج العقرب بيحب الاهتمام قوي يعني. فبنشوف المنفصلين، ممكن غير طبعا الطاقه الاولانيه خالص، ده طاقه ثانيه، ولو شفتها شبهك خلاص، انما لو شفت ان النهايه مختلفه، الشبشب الشعر ده بيجي منين؟ يبقى مش بتاعتك، لان الطاقه دي ممكن تبقى ناس يعني ما يعرفوش عن بعض حاجه خالص خالص خالص. منفصلين برج العقرب، مشاعر ايه حاليا؟ وناوي الخطوه اللي ياخدها، او عايز ايه من ده. هو حاليا مش هقول مستقر، ولكن هو شايف نفسه الايام دي، وبدا يبص لنفسه
وبدأ ان هو يشتغل على نفسه شوية. خرج بره سجن افكاره. فاكر ما بيتعامل مع حد برج الجوزاء برج العقرب؟ ممكن ناخد ورقة تانية. بص يا برج العقرب، هو حاليا خرج بره الهواجس اللي هو كان عاملها لنفسه، العلاقة باظت طبعا، فهو بدأ دلوقتي حالا يتحرر من الهواجس اللي كان فيها، وبدأ يخرج بره الأفكار السوداوية اللي كان عايش فيها، سواء اللي هي ألم الفراق ولحظة الفراق نفسها، سواء يعني شدته مع بعض أي حاجة، وبدأ يشوف هيعمل إيه في حياته، سواء كان هيهتم بشغل أو يرجع العلاقة مرة تانية، لأن ده شخص مستقر. وفعلا هو بدأ فعلا فعلا بقى مستقر دلوقتي، يعني هو حرفيا بقى مستقر، ومستقر في مشاعره على فكرة، مشاعره مستقرة دلوقتي، وبدأ خرج من الكون ده. طيب هو ناوي على ايه؟ هو طبعا مجروح. بصوا دي يعني مرحلتين من مراحل وجع القلب عموما، فهو خرج طبعا من كده، وهو في السابق كان بالمنظر ده، قلبه مجروح منك جامد قوي وتعبان قوي، ممكن من غيرك، مش منك، ممكن تكون ما عملتلوش حاجه، هو اللي مش، فهو من غيرك تعبان، وناوي يرجع تاني العلاقه لانه اكتشف ان انت سول ميت بتاعه. ممكن تكون متعامل مع حد برج الجوزاء يعني، او ميزان، برج هوائي او تاني، وهوائي برضو مش عارفه في ايه بس تمام. بدأ يكتشف ان انت السول ميت بتاعه، انت يعني انت الشخص الجميل اللي في حياته، وانت الحب الحقيقي، وهيرجع توازن العلاقة دي إن شاء الله بإذن الله تاني. ناوي يرجع التوازن العلاقة تاني. ناوي إن هو، مش بقول لكم، استقر، هو مستقر دلوقتي في مشاعره، هيرجع العلاقة دي تاني وهيشتغل عليها، وعايز يمشي بالعلاقة دي لقدام. عايز يمشي بالعلاقة دي لقدام. هو حاليا دلوقتي مستقر جدا في مشاعره، وبعد طبعا ما كده يعني مش مستقر. طبعا احنا بنزعل قوي لما نعرف ان اللي بعيد عننا مستقر، لكن قبل ما كان مستقر كان ايه؟ كان كده، افرحوا بقى. ممكن يكون اذانا يعني، اذى الشخص، اذى برج العقرب، فهو ما تخافش، هو كان كده وعايز يرجع. ولو التعامل مع حد برج الجوزاء زي ما قلت لكم، او برج الميزان، او برج تراب، فهو ناوي يرجع، لانه اكتشف ان انتوا السول ميت بتاعه، وهيمشي بالعلاقه دي لقدام ان شاء الله باذن الله. مش حاجه وحشه يعني. طيب العزاب بقى، اللي هو مفيش حد في حياتهم، او بقى لهم فتره طويله قوي ما ارتبطوش، لان العزاب دول بيبقوا مش منفصلين، حتى لو كانوا انفصلوا بقى لهم فتره طويله قوي ما ارتبطوش. خلينا نقسم الورق الأول عشان العزاب دول حبايبي. عزاب برج العقرب جاي في حياتهم. ممكن يكون الشخص ده هيظهر في شهر 8 مش 7 يعني. ساعات ممكن يكون بيغير رأيه يعني، حد يجي يدخل يقول لك بحبك فيغير رأيه. في حد داخل في حياتنا ولا لأ؟ مشاعره ايه؟ وناوي على ايه؟ الحمد لله اخر حاجه دي بتعجبني في الموضوع. طيب قبل بس ما ابتدي في القراءه، افصل حاجه بس كده. بص يا برج العقرب، الشخص اللي جاي في حياتك هو شخص من برج مائي زيك، وممكن يكون برضو برج الاسد برضو، او برج تراب. الشخص اللي جاي في حياتك ده هو شخص، ممكن يكون شخص قديم برضو، او شخص من الماضي برضو، ممكن ما يكونش كان في علاقة اصلا ما بينكم، ولكن هو يحمل مشاعر فياضة قوي ليك، قوي 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 يعني. وممكن يكون الشخص اللي من الماضي ده مشاعره كانت متذبذبة في الماضي، يعني كان بيخش في حياتك ويخرج تاني بسرعة، يعني يتكلم شهر ويغيب 3 أشهر 6 أشهر. انت ما كنتش عارف هو عايز منك ايه،
وبعد كده مشي تماما وما رجعش تاني. فهو راجع تاني وممكن يكون شخص جديد بقى، شخص يعني شخص حبوب جدا وبيحمل مشاعر طيبة ليك، ويعتبر السول ميت بتاعك او شبهك، لان ممكن يكون شبهك مش السول ميت بتاعك، شبهك بس مش اكتر. ومشاعره ايه؟ هو مشاعره مندفعة جدا عليك وعايزك، وعايز يقفل عليك الشابتر زي ما بيقولوا كده، عايز يقفل عليك الشابتر من حياته، عايز يقفلها عليك وعايز استقرار معاك انت. لو هو شخص جديد خالص فهو مختارك انت، مختارك انت وعايزك. ممكن تكون كانت علاقة ثلاثية وهتبقى